التخصصي للتنمية المجتمعية يعقد اجتماعنا اليوم مع عواقل والشيوخ من مدينة رفح، والجيش يواصل إخلاء المنطقة الحدودية. اللجنة الوزارية المصرية الإثيوبية تجتمع في أديس أبابا اليوم وتوقيع اتفاقيات لتعاون المشترك على هامش الاجتماع. الجيش الليبي يمهل سكان منطقة الميناء في بنغازي حتى ظهر اليوم لإخلاء مساكنهم تمهيدا لعملية عسكرية واسعة ضد الميليشيات المسلحة. العاشرة صباحا هنا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، تحية لكم. وهذه نشرة إخبارية موجزة بدايتها من مصر. يعقد المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية اليوم اجتماعا مع عدد من عواقل وشيوخ مدينة رفح. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن الاجتماع جاء بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. نجحت أجهزة الأمن بشمال سيناء في تفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على طريق مطار العريش الدولي دون وقوع إصابات أو خسائر مادية. وقالت مصادر أمنية إن عناصر إرهابية قامت بزرع العبوة الناسفة لاستهداف قوات الأمن، إلا أنه تم اكتشافها وقامت قوات الأمن بتفجيرها. وأضافت أن القوات قامت بتمشيط المنطقة وموقع التفجير والمناطق المجاورة، وأنه تم تكثيف الجهود الأمنية لتحديد وضبط المتورطين في وضع هذه العبوة. في غضون ذلك استمرت عملية إخلاء المنطقة الحدودية برفح، حيث تم إخلاء معظم المنازل على الحدود لمسافة 300 متر، وجاري استكمال إخلاء المنطقة حتى مسافة 14 كيلومترا وبعمق 500 متر. وتقوم لجان خاصة بالمرور على تلك المنازل للتأكد من خلوها من الأنفاق أو أي مخالفات، تمهيدا لاستكمال إجراءات صرف التعويضات المالية المستحقة. يعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الاجتماع الوزاري للدور الخامس للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإثيوبي توادروس أدهانوم. يشارك في أعمال اللجنة وزراء التجارة والصناعة والتعليم العالي والصحة. من المقرر أن يبدأ الاجتماع الوزاري بعقد جلسة بين الجانبين ثم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والمرأة، بالإضافة إلى التعاون بين المعهد الدبلوماسي المصري والمعهد الإثيوبي، ويصدر في ختام أعمال اللجنة بيان مشترك. من المقرر أن يعقد وزير الخارجية المصري والإثيوبي مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام أعمال اللجنة. كان شكري قد قام بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس وزراء إثيوبيا تضمنت التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. في غضون ذلك أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر في انتظار موقف اللجنة الثلاثية من سد النهضة وقرارها، فيما إذا كان السد يمثل ضررا من عدمه على مصر والسودان. وشدد شكري في تصريحات للوفد الصحفي المصري خلال تغطية أعمال اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة بأديس أبابا على أنه ليس هناك أي مجال للتشكيك في عمل لجنة محايدة تضم مسؤولين دوليين على درجة عالية من الكفاءة يشهد لها المجتمع الدولي في مجال إدارة المياه. كما أوضح شكري أنه في حال أقرت اللجنة بوقوع أضرار على مصر من بناء السد، فعلى إثيوبيا والسودان مراعاة إزالة أسباب الضرر، داعيا إلى ضرورة تناول الموضوعات بطريقة موضوعية. كان منتدى الأعمال المصري الإثيوبي قد عقد اجتماعا لبحث سبل دعم العلاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وإزالة المعوقات
التي تعترض تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين الدولتين. شارك في الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري، وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، ونظيرهما الإثيوبي الإثيوبيين، بالإضافة إلى 50 شركة مصرية. وينطلق منتدى الأعمال المصري الإثيوبي في أديس أبابا ويحمل في طياته أهدافا محددة: إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، زيادة حجم التبادل التجاري الذي لا يتجاوز حاليا عدة ملايين دولار، وتوقيع بروتوكولات تعاون في مجالات مختلفة. هناك بروتوكول تجاري الهدف منه مضاعفة التبادل التجاري مع إثيوبيا خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك ممكن. للأسف التبادل الحالي تبادل محدود جدا، حجمه لا يتعدى 220 مليون دولار سنويا، وأعتقد أننا نستطيع أن نصل إلى رقم 500 مليون دولار في القريب العاجل. احنا في مصر مستعدين أن احنا نتعاون وندرب ونعلم بعض الطلبة الإثيوبيين ونتبادل أعضاء التدريس، وفي مجال سواء في مجال البكالوريوس والليسانس أو في مجال الدراسات العليا. أكثر من 100 شركة من الجانبين يسعون لإقامة مشروعات في الزراعة والصناعة والتجارة، وزيادة عدد الشركات المصرية العاملة في إثيوبيا والبالغة حاليا 134 شركة. عندنا مشروعات طرق بحوالي 110 مليون دولار، إن شاء الله بإذن الله أول مشروع هينتهي العمل به في شهر مارس القادم بإذن الله، ونكمل المشروع الثاني، فالفرص متاحة، بس عايزة طبعا رجال أعمال ومستثمرين يكون عندهم الجرأة إن هم يقتحموا ويدخلوا القارة الأفريقية ويستثمروا في أفريقيا وبالذات في أثيوبيا. Government of Ethiopia is opening the door for all investors. جميع الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين المصريين، فهناك مجالات زراعية واقتصادية وثقافية للتعاون فيما بيننا، ولن تكون هناك أي عوائق للاستثمار في بلدنا. هي بلد واعدة، وعلاقة بين أثيوبيا والسودان ومصر علاقة استراتيجية جدا في سواء في تاريخ البلاد أو في مستقبل البلاد. وأثيوبيا هي بلد أكثر من 80 مليون نسمة، ومحتاجة كل شيء، محتاجة بلاد، محتاجة محاولات، محتاجة غذاء، محتاجة كل شيء. مصر وإثيوبيا تاريخ مشترك، ولا خيار أمام البلدين سوى التعاون والعمل معا من خلال مثل هذه المنتديات التي تمهد الدبلوماسية المصرية لإقامتها في عمق القارة الإفريقية. إذن نحن أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر وإثيوبيا، علاقات لا تتوقف عند الجوانب السياسية والدبلوماسية، ولكن تعبرها إلى آفاق تنموية واقتصادية لصالح الشعبين. من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شريف رضوان، التلفزيون المصرية. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في قضية أحداث الاتحادية. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بالقتل والشروع في القتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية عقب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012. وكانت هيئة المحكمة قد سمحت للتلفزيون المصري بنقل وقائع جلسة المحاكمة حصريا. من جهة أخرى، تستأنف اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطورة نظر محاكمة 188 متهما في قضية مذبحة كرداسة. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة من بينها الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث قام بقتل 11 ضابطا من القسم والتمثيل بجثثهم. كما يواجه المتهمون كذلك تهم القتل لشخصين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة. شارك وزير العدل المستشار محفوظ صابر والنائب العام المستشار هشام بركات في المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال الذي عقد بمدينة جنيف السويسرية. أكد المستشار محفوظ في مؤتمر صحفي على وجود إرادة سياسية حقيقية للعمل على استرداد الأموال المصرية من الدول المهربة إليها، والعمل بكافة الآليات لتحقيق هذا الهدف. مؤتمرات الدولي بجنيف، نشاط مكثف لوزير العدل المستشار محفوظ صابر والنائب العام المستشار هشام بركات والوفد الرسمي المرافق في اجتماعات المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال الذي ترأسه سويسرا ومصر وتونس. أرى أن هناك فرصة كبيرة لاسترداد الأموال المصرية، ولدينا الرغبة في ذلك، ولكنه يحتاج لبعض الوقت. جايين لي عشان نطالب باسترداد الأموال بتوعنا،
ومحاربة الفساد ومحاربة الإرهاب. وفي كلمة مصر أمام المؤتمر قال الوزير: لأننا مرتكبين جرائم الفساد يستخدمون الوسائل العلمية الحديثة في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ اللازمة لكيانهم الأفعال الإجرامية. أهم حاجة بالنسبة لنا هو أن نبدأ مسألة التعاون القضائي اللي هو توقف ما بين سويسرا ومصر نتيجة تغيير السيد النائب العام أمام فترة حكم الإخوان. أن رد عائدات الفساد ده هو الأساس المرجو من القضايا اللي تم تحريرها ضد رموز الفساد. السعي جاد جدا جدا للاسترداد وفتح قنوات الاتصال وإزالة كل المعوقات اللي بتحول دون الوصول إلى هذا الهدف وهذه الغاية. وفي مؤتمره الصحفي: هناك إرادة فعلية لدى مصر باسترداد أموالها المسروقة المنهوبة، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وهي دائما على اتصال بالبلاد التي موجودة في هذه الأموال. وفي كلمة عبر الفيديو أكد الرئيس أوباما على تأييده ودعمه لجميع الإجراءات لاسترداد أموال مصر وتونس إلى شعوبهم. يرى المراقب الإعلامي أن حضور وزير العدل على رأس وفد حكومي والنائب العام على رأس وفد قضائي هو بمثابة رسالة للعالم، مفادها أن الإرادة السياسية المصرية تصر على اتخاذ جميع الإجراءات لاسترداد أموالها المهربة. من قصر المؤتمرات الدولي لقناة النيل الإخبارية، مصطفى عبد الله، جنيف. وعودة لوقائع محاكمة رئيس المعزول محمد مرسي وقيادات أخرى من الإخوان في قضية أحداث الاتحادية اليوم في محكمة جنايات القاهرة، والمتابعة من خلال تواصلنا مع مراسلنا على الهواء مباشرة هناك محمد علوي. محمد، وقائع الجلسة حتى الآن. إيمان، تحياتي إليك ومشاهدي النيل. لم تبدأ الجلسة حتى الآن، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و13 متهما من قيادات الجماعة الإرهابية، من بينهم بالتأكيد عصام العريان، محمد البلتاجي، علاء حمزة، أحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد. الجلسة الماضية كانت أولى جلسات التي خصصت إلى الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، وكانت من المفترض أن تكون خاصة بالدفاع عن المتهم أسعد الشيخة، ولكن هيئة الدفاع تقدمت بالعديد من الطلبات إلى هيئة المحكمة الموقرة، والتي وافقت على العديد من الطلبات. من أبرز هذه الطلبات توفير شاشات عرض داخل قاعة المحاكمة، وهي بالفعل يعني تم توفير هذه الشاشة ليتم عرض بعض الفيديوهات الخاصة ببعض المتهمين. أيضا قررت هيئة المحكمة الموقرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وافقت على لقاء بين الدفاع وبين عدد من المتهمين داخل محبسهم. قررت أيضا هيئة المحكمة الموقرة في الجلسة الماضية يعني قررت أن التلفزيون المصري هو المنوط بتسجيل وإذاعة وقائع هذه المحاكمة، القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية. جلسة اليوم ستخصص إلى الاستماع إلى الدفاع عن المتهم جمال صابر، المتهم رقم 11، المتهم جمال صابر. هذه الجلسة سيتم من خلالها مرافعة الدفاع عن المتهم جمال صابر. كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهما بالقتل والشروع في القتل والاحتجاز والتعذيب. وصلت إلى هنا إلى داخل قاعة المحاكمة هيئة المحكمة الموقرة، وصل أيضا جميع المتهمين. نحن في انتظار خروج الهيئة الموقرة لبدء المحاكمة. إيمان، أشكرك جزيلا. محمد علوي ناقلا الاستعدادات لمحاكمة رئيس المعزول مرسي وآخرين في أحداث الاتحادية. أمهل الجيش الليبي سكان منطقة الميناء في مدينة بنغازي حتى ظهر اليوم لإخلاء مساكنهم، تمهيدا لقيام قوته بعمليات عسكرية واسعة ضد الميليشيات المسلحة فيها. يأتي هذا فيما تجددت المواجهات بين الجيش ومسلح جماعة فجر ليبيا في مدينة كاكالا، وأكد الجيش نجاحه في التقدم باتجاه وسط المدينة جنوبي غربي العاصمة، حيث يخوض الجيش اشتباكات مع ميليشيات مسلحة هناك.
ما تزال تشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني في ظل تواصل المواجهات بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة، وخاصة في مدينة بني غازي والعاصمة طرابلس. آخر التطورات على الساحة الميدانية مقتل وإصابة العشرات في المواجهات العنيفة التي تشهدها مدينة كيكلا غربي العاصمة بين قوات فجر ليبيا وقوات الجيش الليبي. وقد أدت هذه المواجهات لزيادة معاناة المواطنين في مدينة كيكلا التي تعيش أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة الحصار المفروض عليها منذ عدة أيام. كما تشير مصادر محلية إلى أن المستشفى الميداني بالمدينة يعاني أيضا من نقص حاد في الأدوية والمعدات اللازمة نتيجة عدم وصول الإمدادات الطبية. الأوضاع في بني غازي لم تختلف كثيرا عن طرابلس، حيث تواصل قوات الجيش سيطرتها على كافة المحاور بالمدينة استعدادا لطرد مقاتلي الجماعات المسلحة منها. وفي خضم اندلاع القتال، جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن مجلس النواب المنتخب هو الممثل الشرعي الوحيد في ليبيا، وحكومة عبد الله الثاني المنبثقة عنه هي الحكومة الشرعية للبلاد. حالة الفوضى الأمنية التي تمر بها ليبيا دفعت ببعض القوى السياسية إلى طرح مبادرات تهدف للخروج من الأزمة الراهنة بالبلاد خلال الأيام المقبلة، وتهدف المبادرات التي يتم طرحها إلى إعادة توجيه بوصلة الجميع للحديث والبحث عن حل سياسي ينهي القتال ويوقف نزيف الدم بين الليبيين ويضع أسس مسار سياسي ويرسم دورا واضحا لكافة القوى داخل المجتمع ضمن مؤسسات الدولية الأمنية والعسكرية. وعلى نفس المنوال، يرى آخرون أن تقوية الجيش وقبول الجميع بالدستور المرتقب سيؤديان لإنهاء الاقتتال الدائر في البلاد وعودة الاستقرار إليها. إلى سوريا، حيث تفيد الأنباء الواردة من مدينة عين العرب المعروفة كردية بأن اشتباكات متقطعة تدور حاليا في جنوب وجنوب شرق المدينة بين مسلحي تنظيم داعش والقوات الكردية. يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه قوات البشمركة العراقية التي وصلت المدينة منذ يومين ومعها عتاد وأسلحة ثقيلة خوض معارك ضد تنظيم داعش، أملا في أن تسهم مساندتهم لإخوانهم الأكراد في قلب موازين الأمور في عين العرب، ذلك المعقل الحدودي الذي يحاصر مسلح داعش منذ 7 أسابيع. دخل مقاتل البشمركة على خط المواجهة، ومع دخولهم المدينة الاستراتيجية اندلعت اشتباكات عنيفة لم تهدأ حتى اللحظة. المقاتلون الأكراد دخلوا المدينة ومعهم أسلحة ثقيلة تشمل مدفعية ثقيلة وبنادق بل وصواريخ مضادة للدبابات ومؤنا وذخيرة من شأنها قلب موازين المعارك لصالحهم. عين العرب الآن بها نحو 1000 مقاتل من القوات الكردية، بينهم نحو 150 من البشمركة مقابل 3000 من مسلح داعش. المرصد السوري أكد أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين ومني كل منهما خسائر في الأرواح، فيما أعلن الجيش الأمريكي أنه شن 3 غارات جوية استهدفت تمركزات للتنظيم المسلح في حي الصناعة بالمدينة. وحدات حماية الشعب الكردي المعروفة باسم البشمركة نفذت هجوما على الجبهة الجنوبية للمدينة، أعقبه اشتباكات عنيفة بين الطرفين، كما قصفت الوحدات تمركزات لداعش في قرية كيكان شرقية عين العرب. معارك عين العرب أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يزيد على 800 شخص بحسب إحصاءات نشطاء يتابعون الموقف داخل المدينة. أصداء ما يجري في كوباني تتردد في تركيا التي نشرت قواتها ومركباتها العسكرية بطول الخط الحدودي مع سوريا تحسبا لتجاوز المعارك الدائرة هناك الخط الحدودي وانتقالها للأراضي التركية. أما عن سكان عين العرب أنفسهم فقد شردتهم الحرب ودفعت بهم للفرار عبر الحدود إلى مدينة سروج التركية المتاخمة للحدود مع سوريا وأقرب المدن لعين العرب، حيث ترى من نجا من لهيب المعارك الدائرة دون انقطاع منذ منتصف سبتمبر الماضي وقد استقروا في مخيمات إيواء، أملا في أن تحسم تلك المعارك الأمر وتقطع دابر داعش من مدينتهم، لكن يبدو أن ذلك الحلم لا يزال بعيد المنال ولو إلى حين.
وفي العراق نفذت القوات الكندية أول عملية قصف لمواقع تنظيم داعش. وأوضح وزير الدفاع الكندي روب نيكولسون أن مقاتلات كندية من طراز F-18 شنت أولى ضرباتها في منطقة الفلوجة بوسط العراق باستخدام قنابل ثقيلة موجهة بالليزر. الضربات الكندية في العراق تزامنت مع زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لكندا، يبحث خلالها الوضع في العراق مع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر. وفي شأن عراقي آخر، يحيي الشيعة اليوم ذكرى استشهاد الإمام الحسين في يوم عاشوراء وسط إجراءات أمنية مشددة. وعشية الذكرى شهدت العاصمة بغداد سلسلة هجمات وتفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت زوار الشيعة، ما أسفر عن مقتل 44 شخصا على الأقل وجرح 75 آخرين. جاءت التفجيرات رغم الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها السلطات العراقية لتأمين البلاد خلال مراسم الاحتفالات التي ينظمها الشيعة. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية لن تقبل بالاعتداء على القدس والمسجد الأقصى، مشددا على ضرورة تهدئة الأوضاع في محيط المسجد تجنبا لتداعيات أعنف. وتطرق أبو مازن خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الليلة الماضية إلى قضية المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن، وأوضح أن المشروع الفلسطيني محل مداولات في المجلس حاليا، وأن السلطة الفلسطينية أرسلت وفدا لإجراء محادثات مع الإدارة الأمريكية حول مضمون القرار. هذه الأمور أكثر بحيث تصل إلى 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 مدى لا يستطيع أن يتحمله بشر، لا نريد هذا إطلاقا. شكرا. نريد التهدئة، واليوم ما سمعناه ما عندنا أي مانع، بالعكس نحن هذا هو موقفنا الأساس من البداية، كنا ندعو إلى التهدئة، وأرجو أن تتم هذه التهدئة ويحافظ على الوضع كما هو عليه، ما يسمى بالستاتسكو يحافظ عليه في مسجد. على جانب آخر، يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عراقات في واشنطن لبحث سبل تحريك عملية السلام المعطلة وسبل خفض التوتر في القدس. من ناحية أخرى، كشف عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل ستستأنف خلال النصف الثاني من الشهر الجاري. وذكر الأحمد أن مصر أبلغت الوفد الفلسطيني بتأجيل الموعد الأول نهاية الشهر الماضي بعد الأحداث الأمنية في سيناء، معبرا عن بطء الإجراءات التي تتم بها خطوات إنهاء الانقسام مع حماس. استخدمت قوات الجيش في بوركينا فاسو الغاز المسيل للدموع والعيارات النارية التحضيرية ضد المتظاهرين الذين يرفضون تسلم الجيش للحكم. في غضون ذلك، جدد الجيش التزامه بإجراء العملية الانتقالية في إطار تشاوري مع القوى الفاعلة في البلاد خلال اجتماع مع قادة المعارضة. هذا وقد أعلن الجيش مقتل متظاهر أمام مبنى التلفزيون الوطني برصاصة طائشة عندما أطلق جنود من الحرس الرئاسي النار في الهواء بشكل تحذيري لتفريق مئات المتظاهرين الذين سيطروا عليه. دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير السلطات الروسية إلى احترام وحدة أوكرانيا، وذلك غداة الانتخابات التي فاز فيها الانفصاليون في شرق البلاد. من جانبها، أعلنت الخارجية الروسية أنها تحترم نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرة إلى أنها جرت بهدوء مع نسبة مشاركة مرتفعة. بدون مفاجآت جاءت نتائج الانتخابات الانفصالية بشرق أوكرانيا، حيث فاز القياديون المتمردون في الاقتراع الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه عائق جديد أمام السلام، في حين اعترفت روسيا بنتائجه. وبذلك أحكم القياديون الموالون لروسيا قبضتهم على المناطق الخاضعة لسيطرتهم على الأرض في دونتسك ولوهانسك. ففي دونتسك أعلن رئيس اللجنة الانتخابية فوز ألكسندر زاخارتشينكو رئيس الوزراء في الجمهورية المعلنة من جانب واحد بالرئاسة ب 81% من الأصوات، فيما حصل حزبه جمهورية دونتسك على 65% من الأصوات في الانتخابات التشريعية. وفي لوهانسك المعقل الثاني للانفصاليين في شرق أوكرانيا، فاز العسكري السابق إيغور بلوتينسكي بأكثر من 63% من الأصوات، وكذلك حصل حزبه على الغالبية في البرلمان.
من جانبه وصف الرئيس الأوكراني بيترو بورتشونكو انتخابات الانفصاليين بأنها مهزلة تجري تحت تهديد الدبابات، متوعدا بأن ترد كييف على هذا التحدي. أما مفوضات الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الجديدة فيدريكا موغريني فقد صرحت أن هذه الانتخابات تنافي شكلا ومضمونا الاتفاقات التي وقعت في سبتمبر في مينسك بين كييف والمتمردين بدعم من المجتمع الدولي وروسيا أيضا. وفي المقابل أعلنت الخارجية الروسية احترامها لإرادة سكان جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في خطوة أولى نحو الاعتراف بالسلطات الانفصالية هناك. وفي خضم الانتخابات التي لم تشرف عليها أي منظمة دولية، أفاد الجيش الأوكراني عن تحركات كثيفة لقوات روسية بالإضافة إلى نقل عتاد نحو شرق أوكرانيا خاصة باتجاه مطار دونيتسك مركز المعارك الدائرة منذ أشهر بين المتمردين والقوات الأوكرانية. توفيت إلى رحمة الله تعالى الفنانة القديرة مريم فخر الدين بعد صراع مع المرض في مستشفى المعادي العسكرية عن عمر 81 عاما. من جانبه قال سامح السريتي وكيل نقابة المهن التمثيلية إن أسرة الفنانة الراحلة لم تحدد حتى الآن موعد صلاة الجنازة أو تلقي العزاء. قد تم هذا وقد تم احتجاز مريم فخر الدين بالمستشفى منذ فترة طويلة لإجراء جراحة لإزالة تجمع دموي من المخ، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بعد إجراء هذه الجراحة وتم احتجازها بغرفة العناية المركزة حتى وفاتها المنية. وفي ختام النشرة هذه عناوين الأخبار. المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية يعقد اجتماعا اليوم مع عواقل وشيوخ من مدينة رفح، والجيش يواصل إخلاء المنطقة الحدودية. اللجنة الوزارية المصرية الإثيوبية تجتمع في أديس أبابا اليوم وتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك على هامش الاجتماع. الجيش الليبي يمهل سكان منطقة الميناء في بنغازي حتى ظهر اليوم لإخلاء مساكنهم تمهيدا لعملية عسكرية واسعة. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. إلى اللقاء.